سيداتي نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس باستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. عايزين حضرتك تعرف لنا معنى كلمة الإيمان هنا. الإيمان هو اليقين بالأمر الغيبي، هذا الإيمان. ما اقدرش أقول أنا أؤمن بأنني قاعد مع الأستاذ محمود سلطان دلوقتي بساكن، مش إيمان، ده مشهد. يبقى الإيمان لازم يكون بأمر غيبي، الذين يؤمنون بالغيب. متعلق الإيمان أمر غيبي، إنما الأمر المشهود ده مش عايز الحسه، ليس مع العين أي. الإيمان الاعتقاد بأمر غيبي. طب الأمر الغيبي دي إيه؟ إما أن تستدل عليه الدليل من الوجود كالوجود الأعلى، الله غيب، استدللت عليه بصنعته العجيبة دي اللي ما حدش ادعاها، أو أعلم منه بقى يقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. طب ما العقل ده إيه؟ أم قال لك عقلك ده تضرب به في الحياة، لانك انت حتى وان كنت مش مؤمن بإله هتشتغل وتزرع وتشوف لك صلعه تاكل منها عيش. يبقى شو عمل جوارحك ده انت تعمله ولو لم تكن مؤمن. امال اللي انا هاخده من ربنا ايه؟ اللي هتاخده من ربنا انك انت عملك انت بيديك الحياه دي بس، انما التكليف من الله هيديك حياه ثانيه فيها ايه؟ خلود. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، ده هو بيخاطبهم، يبقوا أحياء ولا مش أحياء؟ يبقى في حياة تانية، ما تنغرش بالحياة دي كده هتنتهي، بس في حياة تانية بقى ما تموتش بقى بعض. أدي الحياة اللي إيه؟ ولذلك سمى القيم اللي تديني الحياة الآخرة التي لا تنتهي سماها روح، كما سمى الروح اللي بتدخل في المادة الطين تبقى فيها حياة، سمى برضه للنازل من السماء روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين، بقى الفعل المادة نفخنا فيه من روحنا عشان تبقى تحيا وتنشر، إنما بتاع القيم بقى اسمها الروح الأمين. ليه؟ لأنها هتديني حياة أكتر من الحياة بتاعت الإيه؟ لأن حياة المادة إلى نهاية دائما، ولكن حياة الروح خالدة وباقية. هنا هنرجع مرة أخرى، هل تكفي المعرفة في الإيمان؟ المعنى زي ما قلنا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان فائده الايمان ايه؟ فائده ايمان انني امنت باله والموجد وانه واحد، وايه فائدته؟ ان نستمع له واعمل. ولذلك مره ناس تعمل انما مش مؤمنه بالاله، وناس تؤمن ولا تعملش. يبقى في ايمان وفي اسلام. الاسلام انقياد بالجوارح للعمل، انما الايمان عمل قلبي. الله، في ناس بقى تنافق تعمل عمل الاسلام
إنما الإيمان مش موجود. ولكن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، أنتم ما أمنتوش، ولكن قلوا أسلمنا، بنعمل زيكم، نصلي زيكم، إنما هنا ما فيش. ولما يدخل الإيمان في قلوب، لسه ما دخلش الإيمان في قلوب، يبقى الإيمان عقيدة القلب، والإسلام حركة الجوارح في المأمور به. الله. جزاء تربية اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. جزاء تربية اليتيم. جزاء تربية اليتيم إنه أشاع في البيئة الإسلامية اللي شافوها ناس يربي يتيم، إن الإنسان ما يحزنش لما يسيب ولده يتيم، لأن المجتمع هيقوم به، يبقى شغله برزق ابنه بعد ما يموت، المجتمع وراه إنه بيكفله، يبقى ما يزعلش. وكذلك الولد حين يفقد أباه ويشوف سميله أبوه لسه عايش، اشمعنى اللي مش عارف إيه، فإذا وجد ناس بيكفلوه يقول أنا إن فقدت أبا فقد وجدت أبا، يبقى خلقه يتوازن ولا يحقدش على من لم يفقد أبوه، لأن المجتمع كله بقى إيه أبوه. وبعد ذلك يكفيه جزاء أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله له منزلته المناسبة لمقامه عند الله، فبيقول كافل اليتيم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، يبقى ويا النبي في أحسن بقى من إنه يبقى الجزاء ويا النبي. يبقى إذن الكفالة اليتيم تدي كم حاجة؟ ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إيه هي؟ إن الرجل ما يحملش هم إنه يساب عياله، لأن دي اللي بيؤرخ ناس كتير، أنا انجرى لي حاجة والعيال يتمهم، لما يشوف المجتمع قايم بحق اليتيم يقول وأنا لو مت برضه هيعملوا كده، ما تهموش الحكاية دي. الولد نفسه ساعة ما يشوف أبوه مات وولد تاني أبوه ما ماتش، لو ما كانش كده يقول اشمعنى انا يعني اللي، لكن لما يلاقي اباء كتير عمالين يكفلوه يقوم يهونوا عليه، ما يتملقش حقد، ما يتملقش ضغينه، والمجتمع يبقى سليم. وبعدها في الدنيا، وبعدين في الاخره بقى النبي له مقامه المناسب له عند ربه، يقول بقى انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، يعني قاعدين ويا بعض، يبقى دي منزله حاجه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المسألة مش من سابة لي وليك، أنا وأنت عبيد لرب واحد مشرع، فلما نختلف في حاجة مش داعي للخلاف، نشوف ربنا قال إيه فيه والرسول قال إيه فيه. طب فإذا لم يكن، ما هو سيدنا علي عمل إيه؟ قال يا رسول الله يرد علينا الأمر فلا نجد له في كتاب الله حلا ولا فيما قلت حلا، فماذا نصنع؟ ما عايزين يردوا الى الله، ما فيش الا فيها كلام. فقال اجمعوا العباد واجعلوه شورى ولا تقضوه براي واحد منكم. نعم. عظيم. نعم. ولذلك لما ارسل معاذ الى اليمن قال له ايه؟ قال له ماذا تقضي هناك يا معاذ؟ قال له أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنتك. قال له فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل ولا أقصر،
قال الحمد لله الذي وفق رسول الله رسول الله. فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي، ما هي المصادر التي ممكن أن يرجع لها المؤمن خلاف القرآن والسنة؟ القرآن والسنة ادانا كل حاجة زي ما قلنا نرجع فيه. حين يقولوا أمرهم شورى بينهم، أي فيما لم يرد فيه حكم صريح من القرآن ولا حكم صريح من السنة، يبقى نتشاور فيه. بس حين نتشاور أراء مختلفة، هناخد برأي مين؟ زي ما بنعمل احنا برأي الأغلبية اللي فيها رئيسنا اللي فيها الوالي العام. يبقى إذا الأمر الذي نشوفه في القرآن انتهينا، نشوفه في السنة انتهينا، ما لقناش زي ما قال الإمام علي اجمعوا العباد واجعلوه شورى ولا تقضوا فيه برأي واحد. كثرت البدع والخرافات في زماننا هذا، نعم، نود أن نعرف موقف الإسلام من هذه البدع والخرافات. أولا موقف الإسلام نشوف ضيعنا إيه فحصلت البدع. إيه اللي ضيعناه؟ ضيعناه أننا أهملنا تربية الطفل قبل أن تكون له ذاتية، وأجلنا تربيته نقول رب الشباب، نقول الشباب لا يربى، الشباب خلاص وصل إلى مرحلة الاكتمال ويتنح لما تيجي توجهه، إنما وهو طفل صغير بيقبل ياكل اللي بيأكلوا لأبوه ويلبس اللي بيلبسوا لأبوه ويعمل اللي بيعمله أبوه لأنه ملوش ذاتية، إنما ما يبقى شاب بقت له ذاتية يتنح للأوامر. فلا تتركوا فرصة الطفولة، وبعدين تعدوا التربية إلى مرحلة الشباب، لأن الشباب لا يربى ولكن الشباب قوة تستغل في حركة الحياة. يبقى الأول نشوف الطفولة، وقبل ما نشوف الطفولة نشوف الطفولة هتيجي من مين، من رجل وامرأة، نقوم نختار المرأة لذات دين، مش لجمالها لأن جمالها زائل، مش مالها لأن مالها قد يطغيها، مش حسبها لأن الحسب ده يمكن عليه ما تتفقوش وبعدين يبقوا ضده وخصومه، أما لدينها، لأن عنصر التدين كلما مر به الزمن يربو ويقوى، لكن الأشياء الأخرى كلما مر بها الزمن تثبت وتطغى. طب أدي من ناحية المرأة اصبر بذات الدين تربت يداك. نيجي في الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. النياحة على الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. كنا عايزين نعرف ما هي مدة الحداد. نعم. مدة الحداد على الموت. مدة الحداد. الحداد ثلاث أيام. فقط لا. بس وبعد كده لا عزاء إلا لغائب جاء. إنما ما يتكررش. نعم. ليه؟ لأن دي استدامة لأسباب الحزن. ولا تغير حياتك. وزي دي أمر في السعودية واضح. يموت أعز عزيز لهم ثم تستأنف الحياة كما هي. هل تجوز النياحة على الموتى؟ هل يجوز النياحة؟ لا، النياحة لا. البكاء هو الجائز. ولذلك رسول الله ضربها مثلا فيه أسوة. لما مات ابن إبراهيم قال له إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. إنما نرفع الصوت بقى ونعمل يا جمل يا اللي ما فيش مش عارف إيه بتاع. لأن يقول لك فالله عوض عن كل فائت. نعم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.